حالة من الحزن يخيم على قرية أغران، القرية التي ولد فيها الطفل ريان وهنا توفي. عموما نتواجد في بيت جد الطفل ريان مع السيدة عائشة وهي والدة لجدته. الحجة تعزينا الحرة والبركة في روسكم والله يعود محبته بالصبر. يا ربي تعاوننا محبته بالصبر وأذن ربي بالصبر، وأنتم الله يرحمكم الوالدين والله يعاونكم والله يجيكم زهقة الحديد هادشي ما كاين. الله يرحمه والله يرحم الناس كامل والله يرضى عليه. النص كيقع عرفوا النص ما كيقع عرفوا الله يرضى عليه هادشي ما كاين. حاجة فاطمة أيضا تعزينا الحرة والبركة في روسكم والله يعود محبته بالصبر. الله يجيب وديه لا خير، الله يجيب لي مني وعرستي لا خير. حاجة بغيت نقل لكم التعازي ديال الناس ديال بزاف الناس اللي يحبوا ريان وكيقدموا لكم التعازي ديال ديالهم لكم. الله يكبر بهم، الله يرحم والديهم. الله يكبر بكم، الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم، وعاد منالك الحبيب، الله يطول له ربي في العمر.